نستكمل مع بعض ترند الأهلي وحالة السعادة والنشوة الفرحة والانتصارات لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. طيب نشوف مع بعض أبرز حاجة على السوشيال ميديا. صفحة السوبر كورة بتتكلم بقى عن المرحلة الجاية. صفحة سوبر كورة على الفيسبوك كتبوا خبر بعنوان لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة طبية غدا استعدادا لنهائي كأس مصر. طبعا كلنا عارفين ان في عدد من اللاعبين كان بعيد الفترة الأخيرة، أبرزهم طبعا أليو ديانج ووليد سليمان اللي كانوا بيلعبوا في القائمة الإفريقية، مش موجودين الفترة الحالية بسبب المساحات الطبية، لكن هنطمئن إن شاء الله غدا عشان نعرف جاهزيتهم للفترة اللي جاية، وأهم حاجة سلامتهم يا رب للمرحلة اللي جاية. الوطن سبورت بيتكلم في نفس الإطار، اليوم خماسي الأهلي المصاب بكورونا يخضع لمسحة جديدة. طبعا بنتكلم في وليد سليمان، أليو ديانج، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف. إن شاء الله يرجعوا سريعا ونطمئن على صحتهم وسلامتهم، وتاني حاجة للملاعب الفترة اللي جاية. طيب صفحة يلا كورة بتتكلم بقى على مصدر في الاتحاد الإفريقي كاف بيقول إن لجنة الانضباط لن تناقش أحداث نهائي القرن بين الزمالك والأهلي. طبعا الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر بيتكلم على فكرة إن لجنة الانضباط على جدول أعمالها غير مدرج أحداث مباراة نهائي إفريقيا بين الزمالك والأهلي. في ترند الترند كنت اتكلمت معاكم في نفس الإطار وقلت القرارات اللي صدرت هي قرارات لجنة المسابقات، لكن في النهاية تقرير مراقب المباراة كان بعيد تماما عن أحداث المباراة، وبالتالي مفيش أي أمور متعلقة انضباطية في هذه المباراة، واكتفوا إن حسين الشحات الحمد لله مباراتين لكن هيكون موجود في السوبر، والإيقاف هيكون ساري فقط على مباراتي دوري أبطال إفريقيا خاصة الدور الـ 32 في أواخر ديسمبر. طيب بنكمل مع بعض، وصفحة الأهرام بتتكلم بقى، صفحة الأهرام على تويتر بتتكلم على خمس حكام مرشحون بقوة لإدارة السوبر الإفريقي. طبعا احنا بنتكلم هنا بقى على مباراة إن شاء الله بإذن الله هتقام في الفترة يعني غالبا بنسبة كبيرة يوم 18 ديسمبر، لكن بننتظر الاعتماد الرسمي خلال الفترة اللي جاية. لكن الحكام المرشحين صفحة الأهرام على تويتر بيتكلموا في خمس حكام: السنغالي ماجيتي نداي، والحكم الزامبي جاني سيكازوي اللي كان موجود في غرفة الفار في نهائي إفريقيا، والأثيوبي مملكة سيما، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، وأخيرا الحكم الجامبي بكاري جسامة. النهاردة احنا بنتكلم في 2 ديسمبر قبل المباراة ب 72 ساعة، برنامج الترند بإذن الله هيكون حاضر معاكم لكم الرؤية الأخيرة لمجلس خبراء التحكيم ومين هيكون حكم لهذه المباراة سواء في الساحة أو حكم الفار. لكن في اللحظة الحالية لسه في مشاورات في أكتر من اسم، مش خمسة لا أكتر من خمسة خلال الفترة اللي جاية. دي كانت صورة عامة بالنسبة للأمور الموجودة في ترند الأهلي خلال الساعات الأخيرة وبعد الفوز على الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر. آخر حاجة سريعا قبل ما أطلع إلى فاصل، بعد الفوز على الاتحاد أصبح الأهلي مقبل على بطولات قوية الفترة الجاية: السوبر المصري، كأس مصر الموسم الجديد، دوري، دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي، وكأس العالم للأندية، عودة من جديد للأمجاد اللي بدأت في 2005 في بداية القرن الجديد.